يا مسهل، ايه يا براءة؟ يا ترى جاي كده فاضي؟ طيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجالة ونورتهم كمان. اتكلمي يا شور. يا راجل بالراحة عليا شوية، الخضة مش كويسة للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعة ما دخلت الأوضة بطلت كلام؟ شور انجزي، ما تخنقونيش. بنجز حنجز وجايلك في الكلام، اخصى عليك، هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجة؟ اصل انا وانا ماشية رايحة للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية، فقلت لازم نعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبة داخلة تسحب وقمت متكعبلة وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الددمان؟ مش هتيجي ننام؟ نام؟ نام ايه؟ وانا عاد يجيني نوم؟ ما انت مطيارة النوم من عيني. ليه؟ كل ده علشان خايفة عليك وعايزة اطمن. لا يا حبيبتي مش عشان تطمني، عشان التقليعة الجديدة اللي انت طالعة لي فيها اليومين دول، كل ليلة تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفة ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهاردة. هاتها جمال يا رب يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خلينا احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كل شد. صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي عالمه، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براءة النوح فضلت وراها لغاية ما خليتها زي العجينة بين صوابعي دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبلة يا فنينة، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مرة ومن هنا مرة، هو بقى يفرفر في النص. يبقى ركب المرجيحة ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. انا شقلعها. مش قلت لك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نشفتي دمي. مرة من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رومانة ايه؟ كلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا أخي من اللي أنا عايش فيه. هو أنا وحش قوي كده خميس؟ خميس 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 أصحى هو أنا وحش قوي كده؟ مصيبة بدر الله يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ نهار ازرق على الدماغ الخفيفة، واحنا لسه ابتدينا، ده يدوب خمس ست اطقم اللي شربناهم. الرجالة راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال.
ايوه كده ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. يوصلوا بالسلامة إن شاء الله. وصلتك الأمانة يا بجوشة؟ طمنت على أصوات؟ أنت خيرك ما غرقان يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى أكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. اهو ده الكلام سامع يا متر. بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. ده على آخر الأحزان إن شاء الله. يمكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ آه. يعني محدش قال لي. إيه الأخبار؟ هقول كده ولا فخنا لوحدينا أنا وأنت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيرة ولا الكبيرة؟ المتوسطة. اه يا ابن المتوسطة. ايه العبارة؟ ست شهور. مالها؟ تتقص على اللي يخصك وبتنكش وراك كبير. اه صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاشه يا متر. لا ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح. مطر مراد برامي.